لا تكاد تغيب شمس أو تشرق في مناطق البيضاء إلا على وقع انتصارات يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي التي سيطرت على المحافظة نهاية 2014. منطقة المنقطع وحدير جان وصبق والآن على مشارف فضحة بإذن الله في خلال الساعات القادمة نشوف ونعمل آخر. قوات الجيش الوطني أعلنت سيطرتها على مناطق المنقطع وشعب الجريد وصبغ في مديرية ناطع بعد معارك أسفرت حسب مصادر ميدانية عن مقتل وأسر العديد من عناصر الميليشيا والاستيلاء على الكثير من المعدات العسكرية. وهذه من هداياهم يقتلوا بها الأبرياء. وفق مصادر عسكرية يتجه الجيش الوطني نحو تحرير مناطق جديدة منها منطقة فضحة، لكن الألغام التي زرعتها الميليشيا تشكل أحد العوائق أمام تسريع عملية التحرير. وقد أدت الألغام وفق مصادر إعلامية إلى سقوط قتلى من جنود الجيش بعد تلغيم ميليشيا الحوثي أحد المواقع العسكرية. وتكمن أهمية ناطع في كونها منطقة مرور إلى شبوة، وعبرها انسحب الحوثيون من بيحان وعسيلان. وتحرير ناطع يشدد الخناق على الحوثيين، وفي الوقت ذاته يمثل فرصة للجيش الوطني بالتوجه نحو بقية مديريات البيضاء البالغ عددها 20 مديرية، خصوصا مديريتي العريش ومكيراس. مياه صنعاء تذكرنا أن هناك عاصمة ما صنعاء لا زالت الميليشيات مسيطرة عليها، وإحنا اليوم في هذا المكان حصلنا على المياه ونشرب ما صنعاء، وإن شاء الله نشرب ما صنعاء داخل صنعاء بإذن الله. تبدو معنويات جنود الجيش الوطني وأفراد المقاومة في البيضاء مرتفعة، فأقدامهم تتحرك في مناطق البيضاء الشاسعة والشاقة، لكن عيونهم كما تؤكد المشاهد متجهة بإصرار وعزم نحو صنعاء.